الحرجاء. انا هي لا جيرون ديال استوار دامور. بغينا تكلمي لنا على هذا المشروع ديالك، الفكره كيفاش جات؟ والفكره جاتني من قصه حب ديال المراه مع الذهب. ما كايناش شي مراه في العالم ما كتبغيش الذهب، دونك بقيت كنقلب على اش من سميه غندير اش من سميه. تبارك الله السوق فيه بزاف ديال الاسماء وديال هذا، دونك قلت نقرب لابسط حاجه اللي غتقرب الواحد. لقيت هو ان الحب كيجمع المراه مع الذهب. اي حاجه كتكون دايرها مع المراه كتجيب ليها الذهب كترشق ليها، دونك الحب مع الذهب هذا هو اللي خلاني ندير هذه السميه. انا براسي الا بغيت تصالح معايا راجلي وجاب لي الذهب صافي كنتصالح، دونك هذا هو اللي خلى هاد باش نكون هاد السميه. وفعلا كانت بقيت كنقلب على استوار دامور استوار دامور، كل اش هو سميت راجلي هشام والاخر ديال امور هي اغ، ودرنا له لوغو ديالنا باش اغ وبواحد لابيب، وهي اللهم لك الحمد دابا المراه ما بقات حتى شي حاجه كتحدها. وانا ما جانيش صعيب لان باط راجلي هو الاساس ديالنا الله يخلي لينا ويعطي صحيحته. كان هو ذهيبي من السبعينات، دونك تبارك الله عطى هاد الغريزه لولادو، دونك حتى انا ملي تزوجت براجلي لقيت هاد المجال حنا كنهضروا فيه وكندويو فيه وكنديروا فيه، دونك ما جانيش صعيب حيت حنا كنعيشوه لان باط راجلي ذهيبي وراجلي ذهيبي وخوت راجلي ذهيبي، دونك حنا الحمد لله عائله كيبيعوا كيشريوا في الذهب. يعني بالنسبة للأثمنة يعني خاصة السوق الثمن ديال الذهب ارتفع، واش يعني الأثمنة ديال الذهب عرفت واحد الارتفاع صاروخي ولا كاين مستويات كاين يعني ما بين؟ هو الذهب أون جينيرال في البورصة طلع، ولكن حنا كنحاولوا نلعبوا على لاختيك اللي يكون خفيف ويكون بموديل زوين، هذا هو اللي كنلعبوا لا بالنسبة للبلدي ولا بالنسبة للذهب اللي حنا كنجيب اللي كنستوردوه، لأن حنا كنجيبوا لامبورتاسيون ديال الذهب. وكاين عندنا المعمل اللي كنديروا الذهب فيه البلدي، حتى هو كنحاولوا نلعبوا على موديل زوين والجرامات يكونوا قلال باش يلبس اللي عنده واللي ما عندوش وكل شيء. انا نهار حليت هذا المحل اللي بديت هذا الفرع ديال استوار دامور قلت لراجلي انا بغيت ندير واحد المحل زوين ويجيو حتى الناس اللي على قدهم، حنا كلنا على قدنا، ما يجي اللي عنده قليل يشري واللي عنده كثير يشري ويلقى بلاصه زوينه ويلقى دي موديل زوينين. هذا كان المبدا ديالي انايا والهلا يحشمنا. شنو هي الرساله ديالك اللي تقوليها للمراه المغربيه عامه؟ والرساله ديالي نقول للمراه المغربيه نقول لها خصك تكوني امراه وخصك تكافحي وخصك الوقت ولات صعيبه، دونك انا كنايد اي امراه انها تخرج تخدم تقلب تجتهد، تربيه ولادك حتى هي اجتهاد، ولكن انا كنحفز اي امراه انها تخرج للعمل وتخرج تخدم، لان الخدمه شي حاجه زوينه كتعطيك واحد الثقه في راسك، كتعطيك انك تلاقي بناس، كتبدلي الجو، فيها بزاف د الحوايج. انا كنقول اي امراه الا قاده تخرج تخدم تخرج تخدم، ما تبقاش معوله غير على الراجل، تخرج تخدم حيت الخدمه شي حاجه مهمه. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.